الممثلة اللبنانية نادين الراسي تعرضت لهجوم كتير كبير من وراء فيديو إذ كانوا عم يسهروا خلال التعبئة العامة بإحدى الشاليهات الخاصة بفريا. ما حدا كان موجود إلا ما البي سي آر تبعه عامله قبل بثلاث أربع أيام من ما ننوجد مع بعض بهالشاليات. لكل الأشخاص يلي هجموها ويلي اعتبروا أنه هي من خلال هيدي الصورة كانت عم ترقص على أرواح الشهداء. نسيوا مثلا السياسيين اللي هن تسببوا بهذا الانفجار جايين عم بيحاسبوا على صورة لا ويا ريت فيها شيء. وانتشار خبر بيتحدث انه كان عم بيعاني من اعراض الفيروس خلال احيائه لحفل راس السنة. اهلي كانوا بالسهرة، انا ما بعرض حدا للخطر يعني. هل معقولة عم بتواجه صعوبة عند اداء اغنية بالكردية؟ يمكن هالمسؤولية اللي حملوني إياها وحبي للأكراد بيسهل علي كتير الأمر إنه أقدر أدي الأغنية بشكل صحيح. عم نسمع هيدي الأيام بلبنان كتير عم ينحكى عن دواء الإيفرماكتين وعم بيقولوا إنه هو كفيل بمعالجة مرضى فيروس الكورونا. كل الدراسات اللي انعملت أثبتت فعاليته فوق 80-90% بمحاربة فيروس كورونا. عدد كتير منا بيعاني من تقرحات بمنطقة اللسان. إذا بقي هيدا العارض عنا لأكثر من 3 أسابيع مهم إنه نفكر إنه عنا نقص بالفيتامين B12. كيفية تطبيق البولد كات على وجهك يلي بيعتمد على الأيلاينر لوك. حبينا سيدتي نعلمك تحضير البسبوسة مع القشطة. لتعرفوا أكثر حول رأي العالم حول هيدا التطبيق يلي كان عم يطيح لإلهم أخذ تراخيص للتنقل خلال التعبئة العامة. يعني عم تحط إنه رايحة على المستشفى بتقوم تروح تكزدر. عم تسجل إنه بتاخد شلاه وبتطلع لفوق، هي بتكون طالعة تلعب على التلج. يمكن هني بكون داخلهم على الآخر صار بدهم يطلعوا من البيت.